الله وسلم. الله. مولانا، ما هي المنزلة المقدسة التي تتمتع بها شهر شعبان؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. شهر شعبان كان له منزلة كبيرة جدا 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 عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عند العرب جميعا. وما سمي شعبان إلا لتشعب الخير فيه وكثرة الخير فيه. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة يصوم في شهر شعبان حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا شهر رمضان. في رواية البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. العرب زمان كانت لما حد يغلب عليه صيام الشهر يقولوا كله، رغم أنه لم يتمه كاملا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شهر يعني شعبان. العرب كانوا بيصوموا شعبان قبل الإسلام؟ لا، هم كانوا يسمونه شعبان الخير. كان يسمى زي ما كانوا يسمون رجب، رجب الأصم، لأنك لا تسمع فيه صوتا لسلاح، وكانوا يسمونه رجب الأصب لأنه تصب فيه الخيرات. وكانوا يسمون الشهور إما لزمانها وإما لمكانها. فشعبان كان عندهم له مكانة عظيمة قوي، فكانوا يسموه شعبان لتشعب الخير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أنت يا رسول الله ما رأيناك تكثر من الصيام في شهر كما تصوم من شعبان، ما رأيناك تصوم أكثر مما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم. شوف المنزلة العظيمة جدا. تلاحظ حضرتك أنه شهر يغفل الناس عنه لأنه وقع بين نور القمر وضوء الشمس، نور القمر رجب وضوء الشمس رمضان، فهو في النص غفل الناس عنه. والعبادة في غفلة الناس يا سيدي تدي لك أجر الهجرة في سبيل الله. مفاجأة جميلة. تخيل حضرتك لما تذكر ربنا في وقت غفلة الناس تاخد أجر كأنك هاجرت مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدليل على ذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج الفتن، الهرج اللهو، الهرج القتل. تخيل حضرتك مثلا تجد العالم كله في وقت منشغل جدا مثلا بحدث معين، وحضرتك وماله بتتابعه ما فيش مشكلة ما بنحرمش، لكن تخيل حضرتك في وقت فاصل جيت قايم متوضي ومصلي ركعتين بنية عبادة في الهرج، تاخد أجر كأنك هجرت مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشهر شعبان كده، اللي يعبد ربنا في شهر شعبان ياخد أجر كأنه هاجر مع سيدنا النبي. أيضا تخيل حضرتك ترفع أعمالك إلى الله وإنت صائم، ترفع أعمالك إلى الله وأنت طائع، ترفع أعمالك إلى الله عز وجل وأنت قريب من ربك، فيرفع عملك والأعمال بالخواتيم زي ما روى الإمام البخاري. رفع الأعمال إلى الله ثلاث أقسام، ده النقطة العلمية في رفع العمل. عندي رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي. الحساب الختامي، الرفع اليومي الأعمال بترفع كل يوم إلى الله عز وجل. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح والعصر. يعني معنى ذلك عندنا إنجاز التعبير حفظة ووردية نهارية تنتهي عند صلاة العصر، وحفظة ووردية ليلية تنتهي عند صلاة الصبح، وبيتقابلوا مع بعض ثم كل وردية تطلع ترفع الأعمال. يبقى أنا عندي رفع يومي للأعمال. طيب وربنا سبحانه وتعالى يسأل كل ملائكة تصعد إليه كيف تركتم عبادي، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ده اسمه رفع الأعمال اليومي. رقم اثنين رفع الأعمال الأسبوعي، بترفع الأعمال إلى الله في كل أسبوع يوم الاثنين والخميس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيناك تكثر من صيام يومي الاثنين والخميس،
فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه يوم الاثنين والخميس ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم. وفي حديث ثاني إنه ترفع أعمال جميع العباد إلا المتخاصمين إلا المتشاحنين، ده اسمه الرفع الإسبوعي. ثم نأتي إلى الرفع السنوي اللي في شعبان بقى، اللي في شعبان اللي هو الحساب الختامي. وطبعا مهم جدا ان احنا نعرف انه الاعمال بالخواتيم. يعني تخيل حضرتك كانه انا طول السنه ممكن اكون مقصر وفي حاجات كتيره تجاوزت فيها، تخيل ان انا لما اجي احسن في شهر شعبان ربنا يمحو لي كل تقصير قصرته طوال العام. لانه روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بخواتيمها. فما اجمل ان احنا نيجي في شهر شعبان ونحسن قوي ونكثر من عمل الصالحات ونكثر من الصيام والصدقات ونكثر من قراءة القرآن، لعل الله عز وجل يختم لنا بالقبول نقطة من أول السطر. يبقى كأن الأعمال في في شهر شعبان ده الحساب الختامي للعام كله، كأننا بنصفر العداد استعدادا لاستقبال شهر رمضان.